أعلنت الشرطة البريطانية أن الاعتداء الذي وقع في محطة مترو الأنفاق في غرب لندن نفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، ونقل 18 شخصا إلى المستشفيات إثر إصابتهم في الاعتداء الذي وقع صباح الجمعة بحسب ما أعلنت أجهزة الإسعاف في لندن. وقال شهود عيان أن ركابا أصيبوا بحروق بالغة عقب حريق أو انفجار على قطار في محطة بيرسونز جرين. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي. للمزيد من المتابعة نتحول إلى مراسلتنا جينا العمو من غرب لندن. جينا، إذن تفاصيل أكثر عن هذا الحادث والتحقيقات الجارية، خصوصا أن الشرطة البريطانية تتعامل مع الحادث على اعتباره عملا إرهابيا. نحن الآن في هذا الشارع الذي يؤدي إلى محطة بارسن جرين. هذه المحطة الآن مغلقة، وأيضا الخط القطار الذي يؤدي إلى جميع المناطق في الخط الأخضر الذي يسمى ديستريكت لاين هو مغلق الآن. الشرطة البريطانية كما تلاحظين هناك وجود مكثف للشرطة البريطانية في هذه المنطقة، تقريبا أغلقت هذه المنطقة وأخرج السكان من هذه المنطقة للتفتيش عن متورطين في هذه العملية. هذه العملية تعالج أو يتم التعامل معها من قبل الشرطة البريطانية على أنها هجوم إرهابي، وستقوم خلية كوبرا، خلية الأزمات والطوارئ البريطانية التي ستترأسها رئيسة الوزراء البريطانية بالاجتماع خلال دقائق من الآن. هذا الاجتماع سيتناول آخر المستجدات والتحقيقات، والخيار الذي تنظر إليه السلطات البريطانية في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة، ما تجده الشرطة البريطانية في الوقت الحالي أو تحقق فيه تحديدا هو المواد المتفجرة التي استخدمت داخل هذه العبوة الناسفة أو هذا السطل أو الباكيت الذي تم استخدامه، وهو عبارة عن سطل أبيض مربوط بأسلاك معينة. بحسب ما يقول شهود عيان أن هناك قد يكون مواد كيميائية أضيفت أو كيميائية أضيفت إلى هذه العبوة قبل أن خلال عملية تصنيعها. لم تؤكد هذه المعلومات الشرطة البريطانية. أيضا الشرطة البريطانية تبحث فيما إذا كان منفذ الهجوم متواجد في محطة بارسن جرين لدى الانفجار وهرب مع الركاب، أم أنه غير متواجد في هذه المنطقة وخرج من القطار في منطقة أخرى. هذا ما تحاول الشرطة البريطانية البحث فيه في الساعات المقبلة. أيضا هناك عدد من شهود العيان يقولون أن عدد الجروح أو الإصابات في بين الركاب كانت 18 إصابة. هذه الإصابات لم تكن جميعها نتيجة الانفجار، وإنما كانت نتيجة التدافع الذي تم مباشرة بعد خروج الركاب. ما هو جيد في هذا الأمر وما ذكره الركاب هو أن لدى حصول الانفجار كانت سكة القطار أو القطار متوقف على السكة والأبواب مفتوحة لخروج الركاب، وهذا ما ساعد لإخلاء القطار من الركاب بشكل أسرع أيضا من هذه المنطقة. إذن الشرطة البريطانية حاليا كما تشاهدين هناك طائرات هليكوبتر أيضا تحيط بالمنطقة، تعزيزات أمنية مكثفة في المنطقة. هناك العديد من السكان. أشكرك جينا جزيل الشكر على جملة هذه التفاصيل. سوف نتابع معك تفاصيل هذا الحادث خلال تغطيتنا ونشرتنا اللاحقة. مفادتنا إلى غربي لندن، جينا العمو.